العالم تغير، كل شيء تغير فيه، حتى صورة الأب ودوره. كان للأب سلطة غير عادية في المنزل، ورغم الغياب الطويل في العمل كان لعودته تأثيرها المباشر في سلوكيات الأبناء، خصوصا الأشقياء منهم. اليوم الأمهات يشاركن الآباء العمل والغياب على حد سواء، والآباء يشاركون الأمهات الرعاية اليومية لأطفالهم أكثر من أي وقت مضى. بات الآباء أيضا في المنزل والأمهات كذلك. في حلقة الغياب هذه، الحضور الأبوي زاد من الألفة وقلل من الرهبة. تغير الآباء شمل الكثير من الأمور في حياة المنزل والأبناء، فأصبحوا يساعدون في الواجبات المنزلية وفي مرافقة الأبناء في تدريباتهم ومشاريعهم اليومية، وحتى في العناية بنظافتهم الشخصية. ساعات أطول مع الأبناء ومعرفة أكثر بحياة أطفالهم، تغير حميد ربما، لكنه تغير تاريخي في صورة الأب على امتداد العالم بحسب علماء الاجتماع. الأكيد أن دور الأب من فك يزداد صعوبة وتعقيدا، وهناك الملايين من الآباء يسألون في هذه اللحظة: كيف يمكن أن أكون أبا أفضل؟ سؤال لم يخطر على بال القدماء غالبا. أيضا احتفل المشاهير باليوم العالمي للأب على مواقع التواصل، وحرص بعض النجوم على مشاركة بعض اللحظات التي توثق ذكرياتهم مع آبائهم وعائلاتهم، وبرسائل وتعليقات مميزة كشف كل منهم عن بعض التفاصيل الكامنة في ذكرياتهم.